السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ حبيت اعمل لكم فيديو بالنسبة للاصدارات الجديدة اللي نزلت في سنة 2019 للجنيه المصري والخمسين قرش. زي ما انتم شايفين كده، ده جنيه 2019، 1440 هجرية، جمهورية مصر العربية. ده الوش الاولاني. بالنسبة للناحية التانية، الرسمة اللي موجودة عليه مكتوب الريف المصري الجديد في مصر. ده كده بالنسبة للإصدار بتاع الجنيه. هعمل لكم فيديوهات تانية أوريكم الإصدارات الجديدة برضو. هيبقى في حاجات للعاصمة الإدارية، هيبقى في حاجات تانية على مشروع زهر مثلا، وحاجات تانية. فإن شاء الله هعمل لكم فيديوهات بالنسبة للحاجات الجديدة. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة ودوسوا لايك ودعمونا على طول عشان نبقى مع بعض. شكرا.